لي تنبح على الناس لي تقطع على الناس لي تهضر ولات سبور ناس سومار ناس الكل ولات تسمع وتكبتي راديو تروتوار مكترو لي رادار وسومارام بالسونار تليفون الراب ولا يمشي بلا ستاندار اهدر واش صار فازي الو الو كش ما قالوا ولا ما كان والو والو زادو دارو لي عايق فيتامين ببرد بولا فمهم بتمنشو ولا مشوار تاع بيت بولا داك لي راه يقول بالكذب دفعة يبن بني ادم بصح من الداخل راه ولفعة كي تجيه النفعة بالمقلوب يولي يقرد يقطع في القلوب تقول عقلي توري تاع عقرب معقد كيف مسم باللي قوتة قلبه راه مربوطة بخيوط العنكبوتة من الداخل كله دودة الشواط اللي يكونوا له مالا هو وصحاب وخلي يهدر وخلي يقولوا تلقاهم قاري قاعد في بلاصه ساجي واجي بريباري عيط لك جاري وينك ارواح وشراك انت تروح هو يعطيك بالمغنوم كارون خاطا يحب عسانه ويموت على حساب عينيه هبدا حسان عنده لاسيد في نص لسان الانسان هذا راهو تراتر تو تيران في ظهر لعباتك كل بلونتي المارطو والبيران راهو تري مرام وحال يحبس ويقول صاي لسانه بالقصان تقول سيزو ولا سيزاي كتب قصايد هذا قصص هذا يا الشاعر فمو شاليمو باللي شاعته وديما شاعل شحال واعر شحال حيل شحال بقوة يقطع الناس الكل بالديطاي وبالقروش ما يكودو مدى من الشواط اني كنولو مالا هو وصحاب وخلي يهدر وخلي يقولو معليش مش لاسك يخرجوا حكايات ما تكجزيش باهي يفرقوا بين فلان وبين فلان بين الصحاب والاحباب بين الفامي والجيران عجل دعاية بين الخاوة صار العراك عجل دعاية راجل ومرأة وصلوا للطاقة خطك النميمة مع الخبتة تولي غيبة تكبر تولي غيمة النتيجة تاع خيبة نعطيك مثال عثمان بن عفان قالوا عليه منافق وقالوا حرق القرآن بورطون إمام صحابي مبشر بالجنة عجل دعاية راحوا قتلوه مسكين بالدمة وقبلها الدمة اسمع بركة وش جرى في حادثة الإفك اللي صرت لعائشة كانت مرت الرسول كانت أم المؤمنين هدروا عليها كلامك تطيح دموع من العينين وشي كبيرة كي تخمم صحة حيرة الدعاية اللي عدت ودت عبد بالملايين تحكي على الشهلين اللي مخهم روطق كل الكفار اللي قالوا باللي ربي عنده طفل